أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. نبي جاء بدعوة إبراهيم الذي قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أيها السادة، في هذا اليوم الكريم، في يوم الخميس وليلة الجمعة، وفي ليلة ميلاد الحبيب المصطفى الذي كلمه ربه من فوق سبع سماوات، قال له: ولسوف يعطيك ربك فترضى، وقال له: وإنك لعلى خلق عظيم، وقال له: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، وقال له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رسول الله، حبيب الله، الذي شهد إليه مولاه فقال: وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. نبي هو نور من نور ربه. لما خلق الله الخلق والملك وخلق السماوات والأرض والعرش والكرسي واللوح والقلم، قبض قبضة من نوره وقال لها: كوني محمدا، وكتب اسمه على ساق العرش. ولذا سأل آدم ربه قائلا: من هذا يا رب؟ قال: يا آدم، إنه من ولدك. فقال: يا رب، بحرمة الولد ارحم الوالد. نبي قال في الحديث الشريف: كنت نبيا وإن آدم لمنجدل في طينته. وفي رواية: كنت نبيا وإن آدم لبين الطين والتراب. ولذا شهد إليه مولاه فقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. نبينا المصطفى، شفيعنا، صفينا، حبيب الله، المتبى، المختار، صلى الله عليه وسلم. في هذه الذكرى العطرة نلتقي هنا اليوم من هذه الساحة الطاهرة العامرة، ساحة آل عزب عبد الله الأكرمين، بيت العمودية، بيت الواجب، بيت الكرم، بيت الأدب، لنكرم رجلا نعده من أولياء الله الصالحين، كان رحمه الله تعالى طيب القلب، حسن السريرة، حيي العين، حيي النظرة، حيي الكلمة. كان رحمه الله تعالى كما يقال كالحمل الوديع. رحم الله الوالد الكريم الحاج علي عزب عبد الله الذي توفاه الله عز وجل في ذكرى مولد الحبيب النبي، مشاركين الأسرة الكريمة ممثلة في السيد العمدة الحاج عبد الفتاح عزب عبد الله والأستاذ وليد علي عزب عبد الله، وممثلة أيضا في الحاج حافظ عبد الله والأستاذ أحمد حافظ عبد الله.
في مجلس يعد ويزدحم بالعمد عمد من القمح الذين تشرف بهم وزارة الداخلية وتشرف بهم مصر العربية. ايها السادة جمعنا على مائدة القرآن الكريم في هذا الجمع الكريم اذ استضفنا لحضراتكم من السادة اعلام اذاعة القرآن الكريم قارئين جليلين اصحاب صوت ندي واداء شجي وقلب تقي وكلاهما وفي فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد ابن العقدة ابن التلين ابن الشرقية كاملا والمحبوب بشعبيته الجارفة وبأداء التقي وفضيلة القارئ الذي اشتهر بين ربوع محافظتي الشرقية والقليوبية بأدبه وخلقه وحسن معاملته القارئ العلم الشيخ محمد أحمد السيد حميدة. بإذن الله تعالى نبدأ جمعنا هذا باستماعنا لكروان الشرقية وكروان إذاعات مصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد. فهيا بنا شيخنا ممدوح والمسك من فيك سوف يفوح بأداء كله وضوح يجعل الفؤاد مشروح من آيات ربنا الكريم فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز كل نفس فقد فاز
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah.
لتبلغن في أموالكم وأنفسكم
ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء السماوات
رب كما الواحد بالصلاة على الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم صدق الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم كمان يا سيدنا كمان يا عم الشيخ ممدوح ويتفكرون في السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك 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 فقنا عذاب ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من ربنا
أن آمنوا بربكم فآمنا اللهم صل على حضرة الرسول تعاليك يا شيخ ممدوح سيدنا صلى الله عليه وسلم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار
فاستجاب لهم ربهم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزي فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض صدق الله العظيم. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من
تحتها الأنهار ثوابا من عند الله. والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. متاع مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات
لا خاشعين أذهاننا
الله 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 الله